بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله هذا نصها. صاحب الجلالة الأخ العزيز السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله سلطان عمان الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ رحيل أخينا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رحمه الله وإننا نعرب لجلالتكم عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا الأخوية في هذا المصاب الجلل بفقدان قائد كريم عرفته الأمتين العربية والإسلامية بمواقفه الجليلة التي طالما تركت آثارها الخيرة على شعوب هاتين الأمتين دعينا المولى عز وجل أن يلهم جلالتكم والعائلة الكريمة وشعب سلطنة عمان الشقيق الصبر والسلوان في هذه الخسارة الكبيرة التي نشارككم أحزانها وأن يمن على جلالتكم بفيض رحمته الواسعة أن يمن على جلالته بفيض رحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته إنه سميع مجيب إنا لله وإنا إليه راجعون أخوكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين